القرقيعان أو القرقيعانة تقليد سنوي ومناسبة تراثية يحتفل فيها الناس في الخليج العربي عموما، بحيث يطوف الأطفال وهم لابسين أزياء شعبية في منتصف شهر رمضان المبارك، يرددون الأهازيج، توزع لهم الحلوى، وتختلف الأهازيج بحسب المناطق لكنها تبقى متشابهة في المضمون. معي من الدمام هاتفيا الشاعر والإعلامي راشد القناص. حياك الله أستاذ راشد. راشد معي؟ اي نعم طال عمرك. يعطيك العافية راشد. الله يبارك فيك اخوي عبد الله، يا مرحبا بك، واشكرك واشكر الطاقم التلفزيوني في برنامج الراس. مبارك عليكم الشهر. كل عام انتم بخير، مثلا شهر رمضان المبارك. اتقدم باجل التهاني والتبريكات الى مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والى ولي عهده الامين محمد بن سلمان، والى الشعب السعودي الامين، والى الله يبارك فيك امتين العربيه والاسلاميه، اعاد الله علينا في اليوم البركات ان شاء الله. امين. ابي تاريخيا تعطيني القرقيعان تاريخيا، وش قصه القرقيعان؟ القرقيعان الحقيقه تحتفل المنطقه الشرقيه مثل دول الخليج العربي في منتصف شهر رمضان المبارك، نلاحظ مشهد جميل بين الأطفال، حيث تتظاهر الأطفال بالاحتفاء بالقرقيعان ويسدون فيها الملابس الأنيقة والأزياء التقليدية، وفي أيديهم أكياس منوعة يشوفون فيها الشوارع والأحياء، ويرددون الأهازيج الشعبية ليحصلوا الحقيقة على نصيب وافر من المكسرات والحلويات وبعض المبالغ والهدايا. وقد اشتهر فيها أهل الخليج، ولها عدة مسميات طبعا من الخليج العربي. ايه وتتزين جميع البيوت بأجمل القطع والحلل. أبيك تقول لي يعني وش كانوا يقولون يعني في القرقيعان، وش الكلمات اللي كانت تقال يعني، بحيث أن نعيد شوي. الحقيقة كثيرة، ما يحضرني حقيقة، بس كثيرة الحقيقة يعني تختلف من منطقة إلى منطقة، من دولة إلى دولة تختلف، بس يسمها يعني القرقيعان، هذه اللي فيها الاحتفالية الجميلة في منتصف الشهر. طيب القرقيعان كان لها أكثر من وقت في السنة ولا بس كان في رمضان في العيد؟ في منتصف رمضان فقط. بس في منتصف رمضان يومين ثلاث أيام. نعم، هذه الاحتفالية الجميلة يعني عادة يعني الحقيقة منها إدخال الفرح والسرور في قلوب هذه الأطفال الجميلة. أنا شاكر لك ومقدر أخوي راشد القناص من الأحساء، يعطيك العافية. الله يسلمك. وقواك الله وأنا أخوك. حياك الله، مرحبا أخوي عبد الله، مرحبا. الله يحفظك.